مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا، هذه هي أجواء العاصمة الاقتصادية صبيحة يوم الأربعاء. شنو كيف ما كتشاهدوا، يعني كاينة واحد الحركة كثيفة هذا الصباح بحكم أن الأكثرية ديال الناس خارجين لمقرات العمل ديالهم، غادي يقضيو الأغراض الشخصية ديالهم. كيف ما كتشاهدوا، هذه أجواء العاصمة الاقتصادية صبيحة يوم الأربعاء. ارتفاع كبير في درجة الحرارة مقارنة مع المدن الأخرى، يعني شوية بينهم الجو برد بحكم أن كاين مدن أخرى اللي عندهم ارتفاع كبير في درجة الحرارة. كنلقاو فيها الحركة، ما كاينش شي توقيت كتلقى الأجواء عادية، يعني ديما